ليس عند الناس حل ثابت يليق، فحلول لفريق غير أخرى لفريق. إنما عندي علاج قد خبرناه جميعا، اغلق الباب وحاجج في دجى الليل يسوع، واملأ الليل صلاة وصراخا ودموعا. لذلك نحن نلجأ إلى الله وليس إلى الناس، والناس على أنواع، منهم من لا يبالي، ومنهم ما يقدم حلولا نظرية، ومنهم من يقدم مشاعر بدون حلول. أما الله فهو يعمل ويتدخل حتى دون أن نطلب، حتى دون أن نطلب. في وقت من الأوقات كان الشعب في ضيقة ولم يطلب، ولكن الله قال لموسى النبي: إني نظرت إلى مذلة شعبي، ونزل لكي ينجيهم. لقد تدخل الله عند ذبح إسحاق، عند تقديم إسحاق للذبح دون أن يطلب، وأنقذه. لقد تكلم الله في قلب قسطنطين الملك دون أن يطلب الناس هذا، وكانت النتيجة مرسوم ميلان سنة 313 الخاص بالحرية الدينية. ولقد تدخل الله حينما كان بطرس سجينا، وتدخل دون أن يطلب وأنقذه. والله يا إخوتي لم يهمل دم هابيل، بل قال لقاتله: صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. ولم يترك دم نابوت اليزرعيلي. الله حنون جدا، وأيضا مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. ويبقى السؤال بعد هذا: متى يتدخل الله وكيف؟ كل ما أقوله إنه عندنا الإيمان أنه لا بد أن يتدخل، ولا بد أن يعمل، وكما كان هكذا يكون. وخبراتنا مع الله تملأ ذاكرتنا جيدا، ونقول مع المزمور: لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن عليها. ايماننا بتدخل الله يعطينا اطمئنانا، ويعطينا سلاما في القلب، وشعورا بالامن. يكفي أن الله يستلم المشكلة، أما أسلوب الحل وموعد الحل
فنتركه إلى مشيئته الصالحة وإلى حكمته ونحن مطمئنون. نطمئن ونسمع قول الكتاب: إلقي على الرب همك وهو يعولك، وأيضا قول السيد المسيح: أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. مبارك هو الرب في كل ما يعمله معنا وفي كل ما يعمله لأجلنا.